اليوم رح أحكيكم عن فقر الدم عند الأطفال، وأظنك يا سعيد ما رح تصدق الأرقام اللي رح أحكيها هلأ، لأنه قبل سن الدراسة أكثر من 47% من الأطفال حول العالم بيكونوا مصابين بفقر الدم، والنسبة بتوصل ل 25% وقت سن الدراسة. إضافة للأعراض المعروفة عند الكبار مثل الشحوب والضعف والتعب والدوار، انتبهوا لأعراض فقر الدم عند الأطفال مثل ضعف مقاومة الجسم للأمراض وزيادة مخاطر الإصابة بالالتهابات والبطء بالنمو الجسدي والذهني والقدرة على التفاعل. وانتبهوا للخلل بالتذوق اللي بيصير عند الأطفال، يعني بيصير الطفل عنده رغبة أنه يأكل التراب أو الطبشور أو أي مواد غريب. السبب الرئيسي لفقر الدم هو نقص الحديد بالجسم، وطبعاً الطفل بحاجة ماسة للحديد للنمو، وإعطاء الحليب المصنع للأطفال بخفف قدرة أجسامهم على امتصاص الحديد بثلاث مرات، والتعويض بيكون بجرعات يومية من نقاط الحديد. ولما بيكبروا الأطفال بنقدم لهم اللحوم والبيض والكبدة والملفوف والعدس والفول صحيح وعصير البرتقال، لأنه فيتامين سي بيساعد الجسم على امتصاص الحديد. وعساكم دوم بصحة وسعادة.